بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بمناسبه ذكرى يوم السادس من اكتوبر المجيده عرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته حفظه الله بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا جلالته على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر في ظل الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين